أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حرب اليوم. المندوب الأمريكي في مجلس الأمن يقول إن المساعدات لا تصل لمن يحتاج إليها بالشكل الكافي في سوريا. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة خاصة بشأن الوضع في سوريا، يستمع خلالها إلى إحاطتين بشأن الملفين السياسي والإنساني من المبعوث الأممي بيدرسون. مظاهرة في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء اليوم الجمعة تطالب بالحرية والتغيير السياسي. قوات الشرطة في جرابلس تعلن إلقاء القبض على أحد متعاطي ومروجي المخدرات في مدينة جرابلس بريف حلب. مصدر خاص من الشرطة العسكرية لحلب اليوم يؤكد تحويل العنصرين إلى سجن إدارة الشرطة العسكرية للتحقيق معهما وتحويلهما إلى القضاء أصولاً. وفاة 3 أشخاص عمال اختناقاً أثناء عملهم بحفر بئر في بلدة الصالحية بريف البكمال شرقي دير الزور.